حول الموضوع ينضم لنا عبر سكايب مباشرة من بون الألمانية السيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. أستاذ جاسم مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعت معنا التقرير، عدد مقاتلين الأجانب الذين يبحثون عن درب للعودة من جديد إلى بلدانهم خاصة الأوروبيين عدد ليس بالقليل، أكثر من 2000 مقاتل تقريبا. هذا الخطر، خطر العائدين من سوريا أو من العراق من أماكن القتال مع تنظيم داعش، كيف يمكن التعامل معه أمنيا واستخباراتيا من قبل هذه الدول الأوروبية؟ لو تحدثنا بشكل مهني بأن أجهزة الاستخبارات الأوروبية الشغل الشاغل لها هو عودة المقاتلين للأجانب، السؤال هو كيف يتم رصد ومتابعة العائدين من القتال خاصة في سوريا والعراق إلى أوطانهم خاصة دول أوروبا؟ هذا السؤال هو الذي ما زال يشغل الكثير من أجهزة الاستخبارات. هنالك جهود بذلتها من خلال المفوضية الأوروبية بإيجاد تعاون معلوماتي خاصة مع الحكومة العراقية وكذلك مع بعض المجموعات العسكرية أو المجموعات المسلحة في داخل سوريا. إضافة إلى ذلك هنالك أيضا شبكة من أجهزة الاستخبارات، العفو، من المجموعات الاستخباراتية للحكومات الأوروبية أيضا موجودة في دول الجوار السوري في سبيل متابعة هذه الجماعات. الشيء المهم والذي ورد في تقريركم هو المعلومات البايومتريك، هي ما تحاول الآن أن تحصل عليه أجهزة الاستخبارات. يعني هنالك حقيقة أنه تنظيم داعش بدأ يستخدم وثائق مزورة، وإذا هذه الجماعات هي جماعات ذكية ممكن أن يعني أن تتخلص من الرقابة والرصد في الحدود الخارجية أو الداخلية أو المطارات. فلذلك بدأ التوجه الآن في البايومتريك الحصول على بيانات مثل مسحة الوجه أو نبرة الصوت أو بصمة الخطوة أو بصمة الكف، إضافة إلى يعني البيانات الجنائية الأخرى. فأجد أنه الحصول على البيانات ويكون هنالك بنك معلوماتي حول المقاتلين الأجانب هي هذه الطريقة الوحيدة التي بدأت تسلكها أجهزة الاستخبارات. تام. طيب أستاذ جاسم، هؤلاء العائدون يمثلون فعلا خطرا حقيقيا بالنسبة لدولهم أو الأوروبيون إذا ما تحدثنا هنا بشكل خاص، يعني حتى ربما فرص إعادة دمجهم في المجتمع هي خطوة صعبة ويعني غير سهلة التطبيق. فهذه الحالة يعني التحديات التي تقف أمام السلطات الأوروبية في حال عودتهم، لا تستطيع إعادة دمجهم، وما الحلول التي تبقى أمامها في هذه الحالة؟ عودة المقاتل إلى الأجانب، من يثبت أنه هنالك؟ طبعا الإجراءات التي تتخذها دول أوروبا تختلف. على سبيل المثال فرنسا تعاقب أي شخص يذهب إلى سوريا أو إلى العراق أو سوح قتالية أخرى، مناطق النزاع، حتى وإن لم يثبت بأنه اشترك في القتال أو التحق في هذه الجماعات. لكن على سبيل المثال في ألمانيا تعتبرها جريمة ويخضع أيضا للعقاب القضائي، لكن في بعض الدول الاسكندنافية ومنها السويد تخضعهم إلى الرعاية الاجتماعية بدون العقوبة القضائية. لكن هنالك خطأ عام أنه عقوبات قضائية ربما تتجاوز من 3 إلى 5 سنوات وتقديم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي وكذلك البحث داخل دائرة علاقاتهم العائلية في سبيل يعني سحبهم من يعني من التطرف. يذكر بأن يعني هنالك شهادات أيضا بدأت تعطي نتائج إيجابية في التعاون مع أجهزة الاستخبارات من العائدين من القتال من سوريا والعراق. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا عبر سكايب من بون الألمانية.